في خبر بيقول ان الامم المتحده صنفت مصر من الدول من افضل الدول انخفاضا في نسبه العشوائيات، وانه الامم المتحده يعني بتثني على هذا الامر، وده شيء ما زعلناش، بالعكس كويس جدا انه العشوائيات في مصر تنتهي. بس احنا في ظاهره في الحقيقه غريبه شويه، يعني هو ان العشوائيات بتنتهي بس الفقر بيزيد. يعني يا فرحتي انت مسكنني في حي جميل مش تلاقي اكل او مش تلاقي مواصلات اروح بيها هذا الحي الجميل وارجع من هذا الحي الجميل. بالعكس ده انا لو انا قاعد في هذا الحي الجميل مش قاعد في الحي العشوائي، وقعدت فكرت كيف كانت حياتي في الحي العشوائي، هقول ده انا كانت حياتي في الحي العشوائي فيها بديهيات الحياة الاساسية، قادر اركب مواصلات، قادر اكل، قادر اشرب، قادر اصرف على عيالي. لكن يعني النظام فاكر انه هذا التعليق من الامم المتحده عبايه انجاز. كانت تبقى عبايه انجاز لو كان اللي انتوا خرجتوهم من العشوائيات سكنتوهم في مناطق اكثر تنظيما وفيها فعلا مقاومات حياه افضل وحسنتوا حياتهم. حسنتوا حياتهم والمعيار مش حسنت حياته رجعته لنفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي اللي كان فيه هو في العشوائيات، لا ده المعيار انك تحسن حياته الاقتصاديه لدرجه انه يدور على طريقه يبيع الشقه بتاعت العشوائيات عشان اقتصاديا بقى في وضع احسن ويقدر ينقل في حته تانيه خالص. ده المعيار بتاع النجاح. لكن انت مبسوط الامم المتحده؟ اه طبعا من حيث الارقام صح، كان عندنا عدد من العشوائيات هديناها وسكننا الناس في اسمنت مسلح، بس لسه افقر مما كانوا في العشوائيات. طيب يمكن احنا يا جماعه فعلا موضوع العشوائيات ده موضوع شائك جدا، وخلي بالك الامم المتحده بتقول لك صنفت مصر ضمن افضل الدول انخفاضا في نسبه العشوائيات. ايوه خلي بالك من المعنى، ما تاخدش العنوان وتجري. المعنى هنا بيقول لك ايه؟ ان مصر فيها عشوائيات ومصر مصنفه من الدول اللي فيها عشوائيات، لكن النسبه بتاعتها اقل. طيب هو الناس اللي بتطلع من العشوائيات فعلا زي الصوره اللي حطها القاهره 24، هتبص حط لك صوره المساكن دي، هو اللي بيطلع من العشوائيات هيروح يقعد هنا؟ انتوا بتشتغلوا الناس؟ بتشتغلوا المواطنين؟ ما تعالوا لنا بقى على ارض الواقع، تعالوا لنا كده وانزلوا لنا على ارض الواقع وورونا المحلات اللي انتوا بتهدوها والمساكن اللي انتوا بتهدوها وفي شتى محافظات مصر. يا راجل ده انت عندك في زاكر حسين في اخر الحي الثامن كده وانت رايح، الناس قسما بالله عايشين تحت الضغط العالي. عارف يعني ايه تحت الضغط العالي؟ يعني الناس دي معرضه للموت وذبذبات وامراض كلى وامراض مستوطنه، والناس عايشه وقاعده وبيمر عليهم بقى ايه؟ التجمع ومش عارف ايه والطابيه والفاضيه والحاجات دي كلها بتمر من هناك، والمواكب بتمر من اخر مدينه نصر كده وهي ماشيه، والمازه ومطار المازه والحتت دي كلها. بصيتوا على الناس دي؟ روح يا عم في المعادي اللي هي ارقى المناطق، المركز الاولمبي، تبص كده شمالك المركز الاولمبي، بص يمين عرب المعادي، قول لي ايه العلاقه ما بين الاثنين غير ان في ناس قاعده هنا مش لاقيه تاكل، وناس هنا ام عليه القوم واكبر اعلى عربيات رفاهيه واعلى قصور واعلى فلل، وتبص الناحيه الثانيه ما بيفصلش ما بينهم غير ممر كده سور والله العظيم يا جماعه. وتقول لي عشوائيات؟ عشوائيات ايه؟ مصر كلها مليانه بالعشوائيات وفيها عشوائيات كبيره جدا في المساكن وفي التعليم، عندنا عشوائيه حتى في النظام، احنا ما عندناش اصلا نظام عشان تكلمني عن تقليل العشوائيات.